بسم الله الرحمن الرحيم. انذار لأي رجل زوج له زوجة تنزل شعرها مكشوف ولابسة هدوم ضيقة ولابسة بنطلونات، الحجاب الصحيح عباية واسعة فضفاضة لا تصف ولا تشف ما تحتها، طبعا لازم يكون الشعر متغطي، غير كده يبقى الزوج ديوس، والديوس لا يرى رائحة الجنة. هقول لحضرتكم الأدلة القاطعة من السنة عشان كل واحد عنده زوجة أو أب لو له بنت بالشكل ده يلحق نفسه. الحديث ده له روايات كثيرة جدا كلها صحيحة. روى الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد بسند صحيح: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا أبدا، الديوث. حتى بعض العلماء تشدد، قال اللي بيستحل ده أو بيرضى بكده مش هيخش، قالوا مش مثلا يتعذب في النار ويرجع، قالوا لا أنا مش هيخش الجنة أبدا. الديوث من الرجال والرجل من النساء، والرجل من النساء ومدمن الخمر. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، مدمن الخمر عرفناه، فما الديوث من الرجال؟ قال: الذي لا يبالي بمن دخل على اهله. فاللي مش بيبالي ان مراته تنزل متكشفه سافره شعرها مكشوف لابسه بنطلون، ده ديوس. لان الناس عارف ان الناس بتزني في زوجته بعينيها وبتستمني بسببها، يعني الشباب يرجع يصار يستمني او ربما يصل الى زنا الفرج بسببها ايه، وراضي بكده. والرجل من النساء التي تتشابه بالرجال لا تدخل الجنه ابدا. ما اللي تلبس بنطلون بتتشبه بالرجال، تعتبر راجل، لان البنطلون ده لبس الرجل وبيبرز العوره المغلظه الاليتين والقبل. طيب تعالوا نشوف الدليل الثاني. رواه الامام احمد في صحيحه، مسند صحيح، سند صحيح: سيكون في اخر الزمان رجال يركبون على المياسر، على المياسر ينزلون على ابواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، إلعنوهن فإنهن ملعونات، فلو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمت نساؤكم نساءهن كما خدمت نساء الأمم قبلكم. تعالوا نفصل الحديث ده. سيكون في آخر الزمان، يعني الكلام ده ما كانش موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، رجال يركبون على المياثر، رما قالوا العربيات، يعني كأشباه الرجال، في دي في رواية كأشباه الرجال، في رواية كأشباه الرجال. سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياثر، في رواية كأشباه الرحال وفي رواية كأشباه الرجال. بعض العلماء أو بعض الناس أنكر كلمة كأشباه الرجال دي وقال لك لا، هي مقصودة بها الرحال، بس اللي كتب الحديث أخطأ. لكن لا، ده في رواية كأشباه الرحال الرجال. وهل عندكم الدليل؟ ينزلون على أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات، إلعنهن فإنهن ملعونات. أول حاجة، الإنسان الديوس ده زي ما احنا قلنا صلاته مش مقبولة، وكانت مقبولة ما كانش الرسول يقول لا يدخلن الجنة أبدا. هنا بيقول ينزلون على ابواب المساجد ونساءهم كاسيات عاريات، يعني عايز يقول لك ان صلاته مش مقبوله، لان صلاته ما نهتهوش ان يزجر زوجته ويمنعها تنزل مكشوفه الشعر لابسه هدوم ضيقه. يبقى اذا لو كانت صلاته مقبوله ما كانش الرسول جاب سيره الصلاه اصلا. فالرسول بيسخر منه، كانه بيقول له انت صلاتك ما عملت ايه، صلاتك زي قلتها مش هتقبل. دليل تاني، ينزلون على ابواب المساجد ونساءهم كاسيات عاريات. الدليل التالت، ان الرسول قال كاشباه الرجال. طب ايه الدليل؟ ان في روايه كاشباه الرجال او مش كاشباه الرحال. عمر ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الانسان الصالح في القران الا بكلمه رجل. لا يمكن يذكر انسان فاسق بكلمه رجل ابدا، لا يمكن الرسول يسمي الديوس رجل ابدا ابدا، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره النور: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف سماهم إيه رجال. في سورة الأحزاب قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال. يبقى إذا كلمة رجال دي كلمة كبيرة، ربنا سبحانه وتعالى بيمدح ويثني على الصالحين. مش ممكن الرسول يقول على الراجل ديوس بيرضى بالزنا فيها أو يرضى إن الناس تزني بعينيها في مراته ويسميه رجل أبدا. يبقى الرسول قال رجال شكلا بس، رجال كاشباه الرجال. طب الرجل الصلاه تقبل من شبه رجل؟ لا تقبل الصلاه، تقبل من ديوس ولا من شبه رجل؟ طب ده الدليل الثاني. شوف لما ربنا بيتكلم في صوت في القران على المخنثين او اهل اللواط، يقول لقوم لوط: اتاتون الذكران من العالمين؟ ماشي، اتاتون الرجال، لا يمكن ربنا يقول اتاتون الرجال من العالمين، دول مش رجال، بيمارس اللواط، يبقى مخنث. يبقى اذا كلمه رجل لا تطلق على ديوس ابدا. يبقى الرسول قال كاشباه الرجال. ينزلون على ابواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات العنهن فانهن ملعونات. طب هل تقبل الصلاه من ملعونه؟
هل تقبل الصلاة من دايوس؟ طب هنجيب الدليل من القرآن، سورة المائدة: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إنما هنا حرف قصر، يتقبل الله من المتقين، ما قالش من الديوسين ولا قال من الملعونين. ده رسول بيقول إلعنهن فإنهن ملعونات. يبقى الصلاة تتقبل من واحدة ملعونة، الصلاة تتقبل من دايوس، يبقى إذا العبادة هتحبط وهيدخل النار وهيكون مصيره النار سواء كان رجل أو امرأة، هو هي وهو. فإلعنهن فإنهن ملعونات. الدليل بعد كده إن الرسول قال صنفان من أهل النار، الحديث في صحيح مسلم: لم أرهما سيأتيان من بعد رجال أقوام، ما قالش رجال، معهم أسياط أو بأيديهم أسياط كأذناب الخيل يعذبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يظهر مسيرة كذا وكذا. يبقى الرسول بيقول في الصحيح مسلم في الحديث دوت لا يدخلن الجنة. طب هو عارف إن الناس الستات دول بيصلوا ويصوموا، لكن ربنا هيحبط عملهم على رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني شعرها فوق دماغها عامل زي القبه، عامل زي السلم بتاع الجمل العجاف، العجاف اللي هي السلم الصغير الجمل الضامر الضعيف، وهي ماشيه شعرها عمال يتهز زي سلم الجمل، لا يدخلنا الجنه ولا يدخلنا. فطب ما هي بتصلي وتصوم، ما ينفعش ربنا احبط عملها. طب ايه في دليل تاني؟ في دليل تاني قوي جدا من السنه، المراه التي ذكرت والحديث عند رواه اهل السنه من ابو داود وغيره، من كثرت صلاتها وصيامها وصدقتها لكن تؤذي جيرانها، قال هي في النار لا خير فيها. وزوجة امرأة أخرى لا تؤدي إلى الفرائض من قلة صلاتها وصيامها لكن لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. يبقى إذن طب المرأة المتبرجة اللي شعرها مكشوف وتنزل لابسة بنطلون وتلبس هدوم على الموضة، دي بتأذي المجتمع كله، مش بتأذي بس مش بتأذي بس جيرانها بس، دي بتسبب في زنا الشباب والرجال وفساد المجتمع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما يحبطش عملها إزاي؟ بس كان أحبط عمل اللي بتأذي جيرانها بس، مع إنها صوامة قوامة متصدقه وعايشه من صحابه الرسول. طيب الدليل بعد كده: ايما امراه استعترت فمرت على قوم ليجدوا منها ريحا فهي زانيه. رواه الامام المنذري والامام الالباني في صحيح الجامع وحديث صحيح، وله تصريح يعني لو مرأة منقبه مرت على قوم وشموا منها ريح زانيه، ما بالكم بالمتبرجه، ايما اشد اسما واشد فتنه للرجال، العطر ولا ولا الشعر المكشوف والبنطلون طبعا لا، الزينه بترى من بعيد لكن العطر لا يرى من مكان قريب. الرسول قال زانية، يبقى اذا مساله في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره. يبقى اذا كل رجل له زوجه مكشوفه الشعر تنزل لابسه بنطلون، لازم يامرها بانها تلبس عبايه واسعه في فضاضه، ممنوع لبس البنطلون حتى لا تكون مترجله تغطي شعرها بتنزل. غير كده ربنا هيحبط عملك هيكون مصيرك النار حتى لو كنت بتصلي وتصوم. كذلك حق كذلك في المراه نفس المصير، المرأة نفس المصير. اللهم بلغت، اللهم فشل أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.